عديد المجالات. احتضنت مدينة الصاويرة أشغال ندوة وطنية حول القضاء العبري بالمغرب، واستحضرت تجذر هذا القضاء في منظومة العدالة المغربية منذ القدم. بالمناسبة تم التوقيع على اتفاقية من أجل التعريف بالقضاء العبري المغربي والعمل على صيانة هذا التراث وحفظه كتجربة متميزة في العالم العربي. أمين علام ومعتصم بلال بعزاوي. صفحات مشرقة من تاريخ المغرب تم استحضارها في هذه الندوة حول القضاء العبري بالمغرب من خلال التذكير بتميز المنظومة القانونية المغربية التي حافظت للقضاء اليهودي على خصوصيته واستقلاليته، فقد ظل اليهود المغاربة يتقاضون بالمحاكم الخاصة بهم والتي كانت تتجاوز 17 محكمة يهودية في احترام تام لحقوقهم وخصوصياتهم الدينية والثقافية. صراحة استثناء قضاة عبريين كيطبقوا في المغرب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، كيطبقوا على المغاربة اليهود القانون العبري فيما يخص الأحوال الشخصية والميراث، فهذا مظهر قانوني وقضائي إن صح التعبير على التقليد ديال التعايش اللي كيميز المملكة المغربية منذ قرون. نلتقي مجددا هنا ببيت الذاكرة، وكل لقاء هو تاريخ جديد، تاريخ واعد لمستقبل مشرق نأمل من خلاله أن يكون مفعما بروح التسامح والحوار. حفظ الذاكرة المعرفية والمؤسسات للقضاء العبري المغربي وتكثيف التعاون والتنسيق من أجل تجميع التراث القضائي للمحاكم العبرية بالمغرب وصيانته وأرشفته تمهيدا لإحداث أرشيف وطني للمصنفات والوثائق التي أنتجها القضاء العبري، أهداف كانت من وراء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومركز الأبحاث والدراسات حول القانون العبري بالمغرب. القضاء العبري هو جزء من المنظومة القضائية في المغرب وارتبط بظهائر عدد من السلاطين المغرب عبر التاريخ، مما جعل المغرب يتميز عن باقي البلدان العربية بكون اليهود المغاربة يتمتعون بخدمات المرفق القضائي العبري. الندوة كانت مناسبة أيضا لزيارة معرض الوثائق المتعلقة بالقضاء العبري المقام ببيت الذاكرة، كما تم استحضار أهمية ورمزية هذه المعلمة التي أنشئت في قلب المدينة العتيقة للصويرة كشاهد على تجذر الرافد اليهودي في التاريخ المغربي الذي يعكس صور التعايش والتسامح التي ميزت المغرب على امتداد العصور.